السلام عليكم، كيف الحال؟ أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. في حلقة اليوم سنقوم بمراجعة وتجربة ألواح للطاقة الشمسية محمولة لشحن الباور بانك ومختلف الأجهزة أثناء السفر والتخييم. وعندما أقول أجهزة أقصد بالخصوص الهاتف الذكي والسماعات اللاسلكية. إذن لنبدأ بفتح العلبة. تجدون في محتويات العلبة أولا ألواح الطاقة الشمسية نفسها، وسنعود لها بعد قليل. ثانيا أربع حلقات تسلق لحمل الألواح وربطها على الحقيبة أو تعليقها في الخيمة. ثالثا كيبل بمدخلي USB به كونكتر لربطه مع الألواح. رابعا شاحن السيارة كذلك بمدخل قابل للربط مع الألواح. خامسا شاحن بطارية السيارة يأتي من جهة بكونكتور لربطه مع الألواح، ومن الجهة الثانية بكلابين لإمساك قطبي البطارية. هذا المنتج أرسل لي من طرف موقع بانجود، وسأترك لكم رابط الشراء في وصف الفيديو مع تخفيض. ألواح الطاقة الشمسية هذه قابلة للطي وتأتي بالأبعاد 430 على 130 ملي وهي مطوية، وبالأبعاد 430 على 260 ملي وهي مفتوحة أو منشورة، وتتكون من 72 لوحة صغيرة متراصة ومجمعة على شكل كتاب في نوع من التوب أو الفابريك يشبه أياه الكربون أو بلاستيك، وتأتي في كل ركن بحلقة معدنية لحمل الألواح أو لتعليقها بمساعدة الإكسسوارات المرفقة. كما تتوفر على سحاب سريع لإغلاق من نوع لاصق فيلكرو، وعلى ظهر اللوحات نجد جيب كبير فيه كيبل طاقة الذي يمكن ربطه مع مداخل USB وكيبلات بطارية. كما أن هذا الجيب يتسع لهاتف أو بنك الطاقة ويصلح لحماية الهاتف أثناء الشحن من أشعة الشمس، وهو يفتح ويغلق كذلك بواسطة لاصق فيلكرو. تصلح هذه الألواح لشحن الباور بانك وشحن الهاتف ومختلف الأجهزة الإلكترونية التي تشحن بمدخل USB. كما يمكن استعمالها لشحن بطارية السيارة، حيث يمكن استعمالها من طرف محبي السفر والرحلات، وكذلك ستكون مفيدة في الخرجات إلى الغابة أو المناطق التي ليس فيها كهرباء. هذه الألواح يمكن تعليقها في محفظة الظهر أثناء السير أو ركوب الدراجة وجعلها تجمع الطاقة وتشحن بنك الطاقة أو الهاتف. كما يمكن تعليقها في ظهر الحقيبة أو حتى نشرها على الأرض مباشرة. كما أن هذه الألواح يمكن استعمالها كمصدر طاقة للطوارئ في حالة انقطاع الكهرباء عن المنزل، فتقوم بشحن جهازين في آن واحد نظرا لتوفرها على مدخلي USB. العيب الوحيد هو أن هذه الألواح لا تعمل بالليل لعدم توفر أشعة الشمس. ولتجاوز هذا المشكل تستعمل باور بانك أي بنك طاقة ذو سعة جيدة وقم بشحنه بالنهار، وبالتالي يمكنك الاستفادة من الطاقة وقت ما شئت. هذه الألواح تدعم الشحن السريع وتأتي بقدرة 50 واط وبجهد يصل إلى 18 فولت. وهذه تجربة شحن بعض الأجهزة باستعمال هذه الألواح كبنك طاقة والهاتف الجوال. وهذا هو الجهد والتيار الكهربائي من مدخل USB عند شحن الهاتف الذكي.
إذن وفي الأخير سأترك لكم رابط الشراء في وصف الفيديو. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسى دعمنا بزر إعجاب والمشاركة في القناة. كانت كل شيء في هذه الحلقة، شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.